فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الدفن في مقبرة المعلاه، حيث إن الميت يخرج من القبر بعد مدة ثم يدفن في مكان آخر، وهل ورد في الدفن فيها فضيلة؟ لا، هذا في هدية للأموات، ولا وهذا هم يعملون هذا للبركة، يعملون هذا للتبرك، هذا لا يجوز. الحمد لله أجعلوا مقبرة في العدل، ومقبرة في العدل في الأبطح يدفنون فيها. نعم.